عبد الرحمن باولو بوناميغو الذي أكد على أهمية نقاط المباراة. كرة جول جول كارلوس فيريرا، يتقدم البرازيلي للملك الشرجاوي في هذه اللحظات، وتأتي الابتسامة الأولى للملك، الابتسامة الأولى للملك هنا في الإمارة الباسمة، تأتي عن طريق كارلوس جوس فيريرا الذي يسجل ليتقدم. إذن الآن ليتقدم الملك ويبتسم بأول الأهداف بهدف مقابل لا شيء. لاحظ الكرة بدر عبد الرحمن، تمريرة جميلة فيها متابعة وغمزة برازيلية جميلة جدا حقيقة من كارلوس فيريرا. الكرة الماضية بعد التدخل البرازيلي الرائع لعبها في المرمى، سجل أول الأهداف ليتقدم الملك الآن على السماوي. يرسل كرة أمامية محمد الحمادي لنواف مبارك، كرة إلى الأمام، محاولة خطيرة ليوسف سعيد، خطرة، نعم الثاني، نعم الابتسامة العريضة، نعم الملك يأتي بهدف ثاني الآن بإمضاء يوسف سعيد. الملك الشرجاوي يبتسم في الإمارة الباسمة، الشرجة يتقدم بهدفين مقابل لا شيء. يوسف السعيد كل السعادة الشرجاوية من خلال هذا الحوار الكبير. يوسف السعيد يتمكن من تسجيل هدف شرجاوي ثاني بعد كرة جميلة جدا. لاحظ يا سلام هنا برودكاست شرجاوي، كرة إلى الأمام جميلة جدا لعبت ليوسف السعيد اللي يتمكن من تسجيل الهدف الشرجاوي الثاني ليتقدم الشارجة ويسعد الجمهور الشرجاوي الكبير، وتظهر الابتسامة العريضة في شوط المباراة الأول.